صديقي الإنسان، إزايك عامل إيه؟ أتمنى يا رب تكون بخير. النهارده هنتكلم عن معركة شرسة وقوية حصلت بين النمر والأسد على أنثى النمر. يا ترى بقى الأنثى هتختار مين؟ واللبو أمرات الأسد هتساعد مين فيهم؟ يلا بينا بسرعة ما نضيعش وقت ونتعرف على كل حاجة بالتفصيل، بس زي ما احنا متعودين صديقي الإنسان قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد من سلسلة صراع العروش. دول زوج نمور، ذكر وانثى. الزوجين دول نضجوا دلوقتي بالغين وجاهزين للتزاوج مع بعض، لكن التزاوج اللي هيحصل ده خلى حيوانات تانية تحس بالغيرة وبالحقد. الاسد الملك قاعد قريب منهم وهو دلوقتي غضبان جدا. الاسد كان بيحب انثى النمر في السر لفترة طويلة، وفي الوقت ده كان معاه اللبو امراته جنبه، لكن الاسد في اللحظة دي ما فكرش فيها ولا في مشاعرها، وكل تفكيره على حبيبته اللي هتتزاوج دلوقتي. وفعلا بياخد ديل وراه وبيجري بسرعة زي الصاروخ بخطوات واسعة لمكان الحادثة. سيب الموزة دي تخصني. النمر كان لسه شاب وخايف واضطر يهرب وهو شايل خبته في عيونه. الحقيقة الصادمة بقى ان انثى النمر هي كمان كانت معجبة بالاسد الملك، وبيفوز الملك بقلب الانثى بكل قوة واستبداد. القمر كمان ما كانتش قادرة تقاوم اعجابها بالملك وجريت تحضن فيه. لكن السؤال الاهم دلوقتي، ايه مصير اللبؤة؟ الاسد وقع في علاقة حب قوية مع انثى النمر قدامها واهملها تماما. وزي ما انت عارف صديق الانسان ان الاسد يقدر يدخل في اكتر من علاقة تزاوج مع لبؤات في قطيعه، لكن المرة دي الاسد بيحب انثى النمر لوحدها. اللبؤة حاولت تغريه اكتر من مرة لكن من غير فايدة، وكأنه بيقول لها ما تصدعينيش بقى، انت قدامي طول الوقت فكك مني، وانا من موقعي هذا بقول له احذر يا اسد، انت كده جرحتها في مشاعرها وان كيدهن عظيم. وفعلا لما اللبؤة اتعاملت معاملة ما فيهاش اي عدل تماما حست بالغيرة وقتها من انثى النمر، وحاولت تضربها في ظهرها على خيانة. لكن الأسد كان واقف لها بالمرصاد. وحتى لما لقت فرصة عشان تضربها اكتشفت ان انثى النمر قوية جدا. اللبؤة في اللحظة دي اتضايقت جدا واتخنقت، ما بقاش قدامها غير انها تخطط لمؤامرة كبيرة. اللبؤة شافت ملك النمور موجود في مكان قريب منهم وحاولت تجذبه ليها عشان تتكلم معاه. انت ممكن تشوف ان اللبؤة دلوقتي مش كويسة، لكن عشان نكون منصفين انا شايف ان ده حقها. وفعلا ملك النمور فضوله جابه لحد عندها، وبالطريقة الشيطانية دي اللبؤة استدرجت النمر لحد ما دخلته لمنطقة الأسد. والأسد دلوقتي بيقول للنمر احنا كنا متفقين ان محدش يعدي حدود مملكته، وبيبدأ الأسد بالهجوم الخاطف، لكن النمر قوي جدا وكان صعب نعرف مين فيهم اللي هيفوز، عشان في اللحظة دي اللبؤة بتشارك في القتال وبتنتهز الفرصة عشان تضرب الملك اللي سابها وتقدر تعبر عن غضبها منه. وهنا صديق الإنسان نكتشف ان مقولة ومن الحب ما قتل مقولة واقعية جدا، وان ما ينفعش نبص لحاجة غيرنا ونهمل الحاجة اللي في ايدينا. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من سلسلة صراع العروش. ان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.